السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله سنجيب على الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا الدورة العادية 2021 لجهات الشرق بمادة التاريخ والجغرافيا. أولا مادة التاريخ للاشتغال على الوثائق، الوثيقة 1 تطور إنتاج الفحم والصلب ببعض الدول الأوروبية ما بين 1860 و 1913 بمليون طن. إلا جينا لهنايا مثلا الفحم، بالنسبة للفحم ميبيان يبين لدينا ثلاث دول، ألمانيا، فرنسا، ثم المملكة المتحدة التي تعني بها بريطانيا. بالنسبة لهذه الخطوط الأفقية تعني 1913، ثم بالنسبة للخطوط العمودية تعني 1860. إذن لك تلاحظوا هنايا عندنا 80 مليون طن في 1860، 290 طن في 1913، إذن تزايد مهول في استغلال الفحم بالمملكة المتحدة وليست الولايات المتحدة. المملكة المتحدة نعني بها إنجلترا وبعض الدويلات أيضا. ثم فرنسا انتقل من 8 مليون طن إلى 40 مليون طن. بالنسبة لألمانيا انتقل من 17 مليون طن إلى 277 مليون طن. بالنسبة لإنتاج الفحم، إذن لدينا ألمانيا أيضا، فرنسا والمملكة المتحدة. بالنسبة ل 1860 عندنا 1.3 مليون طن، و 1913 9 ملايين طن من الصلب. بالنسبة لفرنسا 0.5 مليون طن في 1860 و 3.6 مليون طن في 1913. ألمانيا انتقل إنتاج الصلب من 0.1 مليون طن في 1860 إلى 17 مليون طن في 1913. ننتقل إلى الوثيقة الثانية. منذ قامت الثورة الصناعية في بريطانيا وانتشرت الآلة في أنحاء أوروبا، خضع النظام الاقتصادي والسياسي في العالم لتطور عظيم، فقد أدى إنتاج الكميات الكبيرة إلى البحث عن الأسواق للاستهلاك وبلاد منتجة للمواد الأولية، واستتبع ذلك الهجرة إلى الأماكن النائية بهدف الاستثمار والاستعمار. أدى الاستغلال الاقتصادي إلى تنافس إمبريالي ظهر في تقسيم إفريقيا والحصول على مناطق نفوذ في آسيا وعلى امتيازات اقتصادية في الإمبراطورية العثمانية. وكان لمنافسة ألمانيا وإيطاليا لبريطانيا وفرنسا أن يزداد الخلاف قوة، ولعل مد السكك الحديدية كان أشد أنواع الاستعمار الاقتصادي خلافا بين الدول. ننتقل إلى الوثيقة الثالثة. إن هذا النمو الكبير والسريع في المجالات الصناعية والتجارية والعسكرية جعل ألمانيا تتصدر قائمة الدول المتطورة، وأدى إلى تغيير كبير في الأوضاع القائمة في أوروبا والعالم. بدأ التحضير للحرب العالمية الأولى، حيث ظهر التنافس على المستعمرات جليا فيما بين الدول الأوروبية وازداد التوتر بينها. وللحفاظ على أمنها وعلى مستعمراتها عقدت بريطانيا تحالفا مع فرنسا سنة 1904، وفي عام 1907 انضمت روسيا إلى هذا التحالف الموجه ضد التحالف الثلاثي، كما قامت الدول الأوروبية بسباق تسلح كوسيلة أخرى تستطيع من خلالها أن تحقق أطماعها ومصالحها. في ظل هذه الأوضاع نشبت أزمتان خطيرتان أدتا إلى التهديد بالحرب، الأزمة المغربية والأزمة البلقانية. نمر إلى الوثيقة الرابعة والأخيرة. عندما ارتفع الستار على العالم ما بعد الحرب الأولى، كان كل شيء قد تغير. فقد فقدت أوروبا 8.5 ملايين من القوى العاملة من الأشخاص، ودمرت الحرب المصانع والآلات وحتى الأرض، كما رصدت الدول المتحاربة جميع موادها الخام لحاجات الحرب، وأتلفت الحرب معظم الخطوط الحديدية فضلا عن وسائل النقل البرية والبحرية. أصبحت أوروبا تعاني من انخفاض قيمة النقد بسبب التضخم واستدانتها مبالغ جسيمة من الولايات المتحدة الأمريكية. لقد ضرب هذا التضخم النقدي أصحاب الدخل المحدود والملاك الصغار والموظفين والعمال، في حين حقق البرجوازيون ثروات ضخمة. وشهد انتهاء الحرب اختفاء أربع إمبراطوريات وتحول روسيا القيصرية إلى الشيوعية. إذن نمر إلى الأسئلة ديال مادة التاريخ. بعد قراءة متمعنة للوثائق انجز الآتي: أولا ضعي الوثائق
الوثائق الأربع في سياقها التاريخي، الزمن، المجال، ثم الموضع على نقطة واحدة. اشرح شرحا تاريخيا. عقدت بريطانيا تحالفا مع فرنسا سنة 1904، ثم الأزمة البلقانية على نقطتين، أي نقطة لكل شرح. اشتغل على الوثائق الأربع وفق الآتي: صف أو صفي الظاهرة التاريخية الممثلة في الوثيقة واحد وفسرها أو فسريها باعتماد الوثيقة جوج. ب استخرج أو استخرج من الوثيقة جوج دوافع الإمبريالية ثم مناطق التنافس الإمبريالي. جيم استخرجي أو استخرج من الوثيقة ثلاثة مظاهر تطور ألمانيا وانعكاسات ذلك على الأوضاع أوروبا والعالم، ثم الوسائل المستعملة في إطار التنافس الإمبريالي. دال صنف اعتمادا على الوثيقة أربعة نتائج الحرب العالمية الأولى وفق الجدول الآتي بعد نقلها على ورقة التحرير. عندنا هنا نتائج سياسية، نتائج مالية، نتائج اجتماعية ديمغرافية، وثم نتائج اقتصادية. رابعا ركب أو ركبي الفكر الأساسي للوثائق الأربع. ثم خامسا اعتمادا على مكتسباتك اكتب أو اكتبي فقرة مركزة توضحين فيها أزمتي المغرب لسنة 1905 و 1911. عناصر الإجابة بالنسبة للتاريخ قبل المرور إلى الجغرافيا. إذن لدينا أولا مادة التاريخ لاشتغل على الوثائق على 10 نقاط. السياق التاريخي: التحولات الاقتصادية بأوروبا في القرن 19 ميلادية وبروز ألمانيا كقوة وانعكاس ذلك على التنافس الإمبريالي وتوتر العلاقات الدولية واندلاع الحرب العالمية الأولى ونتائجها. إذن عندنا أيضا كملاحظة تقبل أيضا الصيغة المفككة للإجابة، لو ما بغيتيش تكتبها على شكل فقرة يمكن لك تكتب عوارض. ثم عند تأشير فيه الزمان والمكان ثم الموضوع. الشرح التاريخي: عقدت بريطانيا تحالفا مع فرنسا سنة 1904 لأزمة البلقانية. إذن بالنسبة للتعريف يجب عليكم حفظها ثم كتابتها، يراعى في استحضار الصحة العلمية والتركيز. بالنسبة للسؤال الثالث الاشتغال على الوثائق: ألف الوصف باعتماد الوثيقة واحد. إذن تزايد إنتاج الفحم والصلب بالدول الأوروبية ما بين 1860 و 1913، ثم ارتفاع كبير لإنتاج الفحم والصلب في ألمانيا. التفسير باعتماد الوثيقة، ثم لدينا الثورة الصناعية، ثم انتشار الآلة في أوروبا. ب من الوثيقة جوج استخراج دوافع الإمبريالية، إنتاج كميات كبيرة فائض في الإنتاج، البحث عن أسواق للاستهلاك، مناطق منتجة للمواد الأولية، الهجرة إلى الأماكن النائية بهدف الاستثمار والاستعمار. مناطق التنافس الإمبريالي: إفريقيا، آسيا، ثم الإمبراطورية العثمانية. هذه هما المناطق التي شملها التنافس الإمبريالي بين القوى العظمى. نمر إلى جيم من الوثيقة 3 استخراج مظاهر تطور ألمانيا، النمو الكبير والسريع في المجال الصناعي والتجاري والعسكري، تصدر ألمانيا قائمة الدول المتطورة. عندنا الإنعكاسات على أوضاع أوروبا والعالم: التحضير للحرب العالمية الأولى، تنافس على المستعمرات، تزايد التوتر بين الدول الأوروبية، نشوب أزمات أدت إلى التهديد بالحرب. الوسائل المستعملة في إطار التنافس الإمبريالي: سياسة التحالفات، ثم السباق نحو التسلح. دال من الوثيقة الرابعة: تصنيف نتائج الحرب العالمية الأولى وفق الجدول الآتي: السياسية لدينا اختفاء 4 إمبراطوريات، تحول روسيا القيصرية إلى شيوعية، هذا في المجال السياسي. ثم في المجال المالي: انخفاض قيمة النقد بسبب التضخم، ثم المديونية. الاجتماعية الديموغرافية، الديموغرافية اللي عندها علاقة بالسكان: فقدان أوروبا 8 ملايين ونصف من القوى العاملة، تضرر أصحاب الدخل المحدود والملاك الصغار والموظفين والعمال، تحقيق البرجوازية لثروات ضخمة الاقتصادية، تدمير الحرب للمصانع والآلات والأرض، رصد الدول المتحاربة جميع موادها الخام لحاجة الحرب، ثم تدمير الحرب معظم الخطوط الحديدية ووسائل النقل البرية والبحرية. إذن تخصص 0.25 نقطة لكل مجال والمجموع نقطة واحدة. رابعا الفكرة الأساس للوثائق الأربع: انعكاسات التحولات الاقتصادية بأوروبا خلال القرن 19 ميلادي على التنافس الإمبريالي و
وتوتر العلاقات الدولية واندلاع حرب 1914-1918 ونتائجها. خامسا، توظيف المكتسبات لتحرير فقرة تتضمن أزمة 1905، أزمة المغرب الأولى بين فرنسا وألمانيا، وعلى إثر هذه الأزمة عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906. أزمة 1911، أزمة المغرب الثانية المعروفة بأزمة أكادير، إرسال الحكومة الألمانية سفينة حربية إلى أكادير احتجاجا على تدخل العسكري الفرنسي بالمغرب. انتهت الأزمة بمنح فرنسا لألمانيا جزء من الكونغو. نمر إلى موضوع مادة الجغرافيا. ثانيا، إذن الموضوع المقالي، أكتب أو أكتبي حسب اختيارك أو اختيارك في واحد من الموضوعين الآتيين. الموضوع الأول، يزخر المجال المغربي موارد طبيعية متنوعة تعاني من إكراهات متعددة ساهمت في تعميق الأزمة الريفية التي تتطلب إجراءات لمعالجتها. أكتبي موضوعا مقاليا تبرز فيه وضعية الموارد المائية والغابوية بالمغرب ومظاهر أزمة الريف المغربي، مبرزا دور سياسة إعادة التراب الوطني في معالجتها. الموضوع الثاني، تعتبر الفلاحة الأمريكية أقوى فلاحة في العالم على مستوى الإنتاج والتصدير رغم محدودية مساهمتها في التشغيل والناتج الوطني الإجمالي. أكتب أو أكتبي موضوعا مقاليا تبين فيه الآتي: مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية، ثم العوامل التنظيمية المفسرة لقوتها والتحديات التي تعترضها. عناصر الإجابة مع سلم تنقيط لمادة الجغرافية. إذن الموضوع المقالي الملحوظة، ينبغي التعامل في تقويم الجانب المعرفي باستحضار العناصر الأساسية دون التقييد بالجزئيات. هذه الملحوظة موجهة للسادة والسيدات المصححين، لا تهمكم أنتم، ولكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار أثناء إنجازكم للمطلوب كموجه لعملكم. الموضوع الأول، الجانب المنهجي، مقدمة مناسبة وطرح الإشكالية، وضوح ومنطقية التصميم على 0.5 نقطة، وخاتمة مناسبة على 0.5 نقطة. هذا الشيء كيهم فقط الجانب المنهجي وليس جميع النقط. ثم الجانب المعرفي على 7 نقط. نمر إلى وضعية الموارد المائية والغابوية بالمغرب. وضعية الموارد المائية، التوفر على إمكانيات مائية مهمة خاصة بالمنطقة الأطلنطية، تعدد الأحواض المائية، تباين مجالي في توزيع الموارد المائية، تناقص الاحتياطي الفردي من الماء، تهديدات استغلال المفرط، التلوث، الجفاف، تدبير غير المعقل، وضعية الغابة، تنوع الأصناف الغابوية، ضعف المجال الغابوي، تعرض الغابة للتهديدات، الجفاف، الاجتثاث، الرعي الجائر، الحرائق، تراجع الغابة. مظاهر أزمة الريف المغربي، انتشار الأمية، ضعف نسبة التندرس والتغطية الصحية، ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، استفحال الهجرة القروية، ثم مشكل العزلة والتهميش، ثم عدم ملائمة الظروف السكنية، ضعف التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء. دور سياسة إعداد التراب الوطني في معالجتها، تدارك التأخر في المجال الاجتماعي والتجهيزات والمرافق العمومية، تأهيل المناطق الهشة والمهمشة كالمناطق الجبلية والواحات والسهوب، تنمية الأرياف اقتصاديا من خلال تنمية الفلاحة وتنوع الأنشطة، تنويع الأنشطة الاقتصادية، تنمية المناطق البورية عن طريق تأطير الفلاحين وتأهيلهم. ثم بالنسبة للجانب الشكلي، التعبير الجغرافي السليم، ثم اللغة وتشكيل وشكل تقديم المنتوج على نقطة واحدة. بالنسبة للموضوع الثاني، إلى اختارت الموضوع الثاني، الجانب المنهجي نفس الشيء، مقدمة مناسبة وطرح الإشكالية نقطة، وضوح ومنطقية التصميم نصف نقطة، وخاتمة مناسبة نصف نقطة. الجانب المعرفي، مظاهر قوة الفلاحة الأمريكية، هذه فقط بعض الإشارات يمكنكم توسيع هذه الأفكار. الضخامة والتنوع والرتب العالمية المتقدمة، اتساع المجال الفلاحي، اندماج الفلاحة في القطاعات الاقتصادية الأجرو بيزنس، فائض الإنتاج الفلاحي، قوة صدر المنتوجات الفلاحية، قوة الشركات الفلاحية الأمريكية، العوامل التنظيمية المفسرة لها. لدينا النظام الرأسمالي، الليبرالية الاقتصادية، التركيز الرأسمالي، دور الدولة، اندماج الفلاحة في القطاعات الاقتصادية أجرو بيزنس، الاعتماد على التقنيات الحديثة والمكننة. التحديات التي تعترض الفلاحة الأمريكية،
فائض الإنتاج، المنافسة الأجنبية، التعرية وإنجراف التربة، تلوث الفرشة المائية. بالنسبة للجانب الشكلي، التعبير الجغرافي ثم اللغة وشكل تقديم المنتوج ينقط على نقطة واحدة. هنا تنكون سلينا هذا الفيديو، اعتذر لعدم الشرح لأن عندنا الضغط حول تقديم العديد من المواضيع لجميع الجهات وفي جميع المواد. إذا سأركز فقط مستقبلا على إعطاء إشارات ومع عناصر الإجابة دون التوسيع في الموضوع، وتنتمنى أنكم استفدتوا في هذا الموضوع، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.